للروتين بتاع اليوم. كل يوم برجع البيت، لو انا مش في المدرسه، لو انا مش قاعد مع اصحابي، لو انا مش باكل، يبقى انا اكيد بلعب جيتار. انا تقريبا طول اليوم ماسك الجيتار ده. وفي يوم كنت قاعد زي الراجل ده كده، وبعد طلع لي نوتيفيكيشن على التليفون تقول لي ان الستورج بتاعي خلص خلاص. قررت ان انا هخش اونلاين واعمل اكونت على سايت بتاع كلاود عشان اعمل باك اب للتليفون بتاعي واشيل عليه شويه سبيس. وبعدين وانا بكتب الديتيلز بتاعتي، اليوزر نيم والباسورد والايميل، طلع لي بوكس زي ده لازم اكونفيرم فيه ان انا مش روبوت. فقعدت افكر مع نفسي ودخلت في حاله من الاوفر ثينكينج. يعني ايه روبوت؟ وايه اللي يفرق الروبوت ما بين الانسان؟ ايه اللي يخليني انا ما بقاش روبوت؟ وقعدت افكر فتره طويله لحد ما توصلت لحاجه. الروبوتس كلهم لو افترضنا مثلا مجموعه روبوتس كبيره اتعملت من نفس المصنع وعليهم نفس البروجرام، فبالتالي هيطلعوا نفس الاوتبوت لو حطيناهم في اي موقف زي بعض بالظبط. بس احنا كبني ادمين بنختلف عن الموضوع ده. لو انا اتحطيت في موقف هرياكت بطريقه معينه، حد تاني لو اتحط في نفس الموقف بالظبط بنفس الظروف هرياكت بطريقه مختلفه خالص. كل واحد فينا عنده ايموشنز واكسبيرينسز واذواق مختلفه عن التاني، ودي حاجه بتخلي كل واحد فينا يسمع نوع مزيكا مختلف. بس ثانيه واحده قبل ما نتكلم عن المزيكا، يعني ايه اصلا مزيكا؟ انا بالنسبه لي المزيكا دي ممكن تبقى حياتي كلها واهم حاجه عندي. بس لو سألنا ناس تانية بالنسبة لهم مجرد أغاني بيسمعوها في العربية عشان يتسلوا. بس المزيكا باي ديفينيشن هي ساوندز، سايلنس، اند تايم. تعال نشوف يعني ايه. أول حاجة ساوند. الصوت بيمشي على هيئة ساوند ويفز، كل ويف ليها فريكونسي معينة. الفريكونسي دي هي اللي بتحدد كل نوت واطية زي كده ولا عالية زي كده. بس كل نوت لوحدها عامله زي كل حرف لوحده، ملهاش اي معنى، ما بتعملش اي حاجه. بس لما نبدا نحط نوتس فوق بعض نعمل حاجه اسمها كورد زي كده، وهنا بنبدا نعمل حاجه زي احساس او ايحاء، ان ممكن نوتس معينه تعمل احساس مختلف عن نوتس ثانيه. زي مثلا لو انا فرحان او زعلان او مستغرب مرتاح. تاني حاجة هي السايلنس. السايلنس زي ما انتوا شفتوا دلوقتي هو انعدام الصوت، ما يكونش فيه أي صوت خالص. بس ساعات السايلنس يكون أهم بكتير من أي ساوندز تانية. زي مثلا لما نيجي نسمع أغنية في حفلة ويبقى فيها بيت دروب، وكلنا نستنى لحظة ونحاول نعرف إيه اللي هيحصل قبل ما نكمل رقص تاني. او مثلا زي حاجه كده. مثلا. اخر حاجه هي التايم. من غير الحاجتين اللي فاتوا، من غير قصدي التايم، الحاجتين اللي فاتوا ما لهمش اي معنى. لان دول هو اللي بينسقوا التايم. في المزيكا احنا مش بنستعمل نفس الحاجات اللي بنقيس بيها الوقت زي العالم الطبيعي، يعني مثلا مش بنقول ثانية ولا دقيقة ولا ساعة. إنما بنعمل حاجة اسمها بار. كل بار فيه عدد معين من البيتس. يعني مثلا لو بار فيه أربعة بيتس هيبقى صوته عامل كده. 1 2 3 4 1 2 3 4. لو مثلا البار ده فيه ثلاثة بيتس هيبقى صوته عامل كده. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 مثلا. حاجة تانية عن البيتس والتايم، إن احنا بنقيس سرعة البيتس بإن احنا بنتفق أو بنقول في الأول في كام بيت في كل دقيقة أو بيتس بير مينت. فلو حاجة البيتس أغنية البيتس بير مينت فيها قليل صوتها عامل كده. لو نفس الأغنية البيتس بير مينت فيها أعلى هيبقى عامل كده. وهي دي المزيكا. المزيكا من الحاجات اللي بتأثر علينا كلنا وبتأثر عليا انا شخصيا. يعني انا مثلا لما ببقى قاعد في البيت وبعدين احس ان انا متضايق
اخش اوضتي واقفل على نفسي الباب وامسك الجيتار بتاعي واطلع كل المشاعر اللي جوايا. ناس تانية لما تبقى متضايقة تسمع اغاني هي اللي بتشجعها، هي اللي تحسسها انها تقدر تكمل اليوم لحد الاخر او تقدر تكمل اي حاجة هما بيعملوها. المزيكا مش بس بتأثر على كل واحد فينا، انها ممكن تورينا كل سوسايتي او كل وقت معين في صفات معينة زي دي. يعني مثلا ام كلثوم لما تطلع على المسرح زمان وتقعد بتغني لوقت ممكن يوصل لساعة او اكتر، وكل الناس قاعدين في المسرح والناس قاعدين على الراديو بيسمعوا ومفيش حد متضايق وكل الناس بتصبر على الاغنية لحد الاخر، مع ان دلوقتي لو انا قاعد في العربية ومشغل اغنية مثلا مدتها دقيقتين او ثلاثة، ممكن الناس لما تسمع اول 10 ثواني منها تقولي ايه اللي بيعمل ايه ده؟ ايه؟ مع ان زمان الناس كان بالها طويل وبتستنى لحد الاخر، لكن دلوقتي الحياة بقت سريعة جدا، مش حد بيدي فرصة لأي حاجة. حاجة تانية حسينا فيها بتأثير الموسيقى هي أغاني الثورة. ثورة يناير كان فيها أغاني كتير جدا هي اللي أثرت فينا كلنا وخلتنا نتعاطف مع حاجات كتير، وكان ليها تأثير كبير جدا على الثورة. بس ثانية واحدة، هي بس المزيكا هي اللي بتأثر علينا ولا احنا كمان ممكن نأثر على المزيكا؟ السوسايتي بتاعنا اليومين دول تقدم كتير جدا، وكل يوم في اختراعات جديدة، كلنا بقى معانا تليفونات وفيها تكنولوجي وصلها لليفل عالي جدا. التكنولوجي دي دخلت في كل المجالات، وزي ما دخلت في كل المجالات دخلت برضه في المزيكا. التكنولوجي بتقدر تسهل لنا حاجات كتير قوي لما نيجي نسجل اغنية ونيجي نعمل اغنية. حاجة من الحاجات دي وتقريبا كلنا عارفين نسمع عنها هي الاوتو تيون. الاوتو تيون بشكل بسيط جدا بياخد صوت حد مش لازم يكون بيعرف يغني او بيغني بس مش صح قوي يعني، وبيحطه بالظبط في الساوند الصح، وبيسكت بالظبط في الوقت الصح، وبيمشيه في الوقت الصح قوي بحيث ان هو يقرب من البرفكشن. حاجه تانية الكمبيوتر يقدر يعملها ان هو يلعب لنا اي نوع اله في الدنيا مهما كانت كبيره او صغيره، حتى لو انا مش بعرف العبها او عمري ما سمعت صوتها قبل كده، ممكن اقعد اجرب اصوات الالات وصوتها بيطلع كأن حد اكسبرت فيها هو اللي بيلعب بقاله سنين. وكل دي حاجات حلوه قوي التكنولوجي بتقدر تعملها لنا وتساعدنا. بس الكلام ده كله ليه سايد افكتس او باد افكتس. المشكله في الكلام ده كله ان انا لما امسك الجيتار بتاعي والعب اغنيه تطلع مني بشكل معين. لو واحد تاني جه مسك الجيتار بتاعي بنفس الخشب ونفس الاوتار ونفس كل الحاجات اللي انا بستعملها ولعب نفس الاغنيه بالظبط ونفس الساوند ونفس التايم ونفس الاوقات اللي بيسكت فيها هيطلع صوت مختلف. ده مجرد لان انا بني ادم وهو بني ادم تاني. كل واحد فينا بيلعب الاغاني بطريقته الخاصه. وانا عن نفسي بحب احط التاتش بتاعي. بس المشكله مش بس هنا. المشكله مش مجرد في تاديه الاغاني او الاصوات اللي بتطلع. المشكله ان التكنولوجيا بدات تخش طريقه التفكير اللي احنا بنحطها في الاغاني. الاغاني بدا يبقى فيها افكار مش بس قريبه من بعض، ولكن الافكار بدات تقل. فبالتالي ممكن نعمل اغنيه تشهر قوي واحنا ما نبقاش فاهمين منها اي حاجه. ممكن يبقى ملهاش معنى محدد او ملهاش اي هدف اصلا. اهم حاجه انها تكون راكبه المرجيحه. افتكر اللقطه دي من الفيلم انكريدبلز. هو الفيلم ببساطه للناس اللي مش عارفين ان سيندروم الواقف هنا ده هو العدو الانكريدبلز. في اول الفيلم هو كان عايز يخش معاهم يبقى سوبر هيرو مع ان هو ما عندوش اي قوات خارقه، بس هم رفضوه. فهو قرر ان هو يعمل حاجه، يعمل اختراعات زي اجهزه ايرون مان كده، ان هو يبقى سوبر هيرو من غير ما يبقى عنده اي قوات خارقه. وقال جملة مهمة قوي في الحتة دي في الفيلم، فيما معناها ان هو لما يكبر هيبيع كل الحاجات اللي هو عملها دي للناس، ولما كل الناس تبقى سوبر هيروز محدش هيبقى سوبر هيرو. فكروا فيها كده. ايوه. وهنا انا عايز ارجع للديفينيشن اوف ميوزك
اقول لكم حاجه، انا مش بعترف بالديفينيشن ده. الديفينيشن اللي هو ساوند سايلنس اند تايم. بالنسبه لي انا ميوزك از ساوند سايلنس تايم اند هيومن فاكتور، عشان كلنا ما نبقاش روبوتس. انا دلوقتي دوست عليها وعملت الاكونت بتاعي، انت ايه؟